وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من السلاسل الذهبية التي تكون عليها أسماء، ما في حرج في ذلك إن شاء الله عز وجل. وطبعا المرأة تتزين بها ولا تظهرها إلى الرجال ولا للأجانب. الأمر الثاني أننا علينا نتخير الأسماء الجيدة لأبنائنا ولبناتنا. الأمر الثالث إنما الذي ينهى عنه هي السلاسل اللي تكون فيها آيات قرآنية أو يكون فيها ذكر الله عز وجل، مثل ما شاء الله أو آية الكرسي إلى غير ذلك، مثل هذه الأشياء. لكن فيها الأسماء كما هو الآن ما في حرج إن شاء الله عز وجل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.